فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل يجوز للإنسان في بلاد الكفر أن يبيع ما هو محرم؟ لا، المسلم لا يبيع المحرم في أي مكان، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم الميتة جملوها، يعني أذابوها، صارت ودك وباعوها، قال احنا نبيع ودك ما نبيع شحوم، هذا من الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز هذا، والاسم لا يغير الحقيقة. نعم.